وكعادتنا دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بمجموعه من الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن ابرزها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان مصر لن تتخلى عما حققته على ارض الواقع من انتصارات وانجازات. والسيد انتصار السيسي هنأت الشعب المصري بذكرى ثوره 30 يونيو. الحكومه المصريه ايضا نشرت حصادها الاسبوعي في انفوجراف. اما وزاره الداخليه فقد شاركت المواطنين باحتفالات ثورة 30 من يونيو بتوزيع عدد كبير من الهدايا في الشوارع. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الشعب المصري ضرب في ثورة 30 من يونيو المجيدة أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت إنه أقوى مما تصور أعداؤه. شعب مصر الأبي، إن الصمود الذي أظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة 30 من يونيو المجيدة سيظل محلاً لدراسة المفكرين والباحثين. فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية، وبين الشعب وقواته المسلحة. واحتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن. امبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري بحلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو التي قدم فيها المصريون مشهد تاريخي عظيم في حب الوطن والدفاع عنه وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب. حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 24 يونيو حتى 30 يونيو 2023، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأنشطة اللي قام بيها. امبارح أيضاً شاركت وزارة الداخلية المواطنين لاحتفالات بذكرى 30 يونيو بالشوارع من خلال توزيع الهدايا عليهم، فيما عبر المواطنين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود التنمية اللي بيقودها بالبلاد. وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو، جاء بالتهنئة: في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة، راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد. بخصوص أخبار المحافظات فتضمنت مجموعة كبيرة من الأحداث، من أهمها اعتماد 1937 عقد لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة في محافظة أسيوط، ومنها أيضا إقبال كثيف على الرحلات في شواطئ الأسكندرية في أيام العيد، وأن نسب الإشغال هناك قد تخطت 80%. أيضا معنا الكشف على 42 ألف شخص خلال مبادرة 100 يوم صحة بالبحيرة، وقصر ثقافة سوهاج وزع هدايا على مرضى معهد الأورام في عيد الأضحى، وأخبار أخرى من محافظات متعددة هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث. محافظة أسيوط أعلنت إن إجمالي ما تم اعتماده من عقود تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقاً للقانون بلغ 1937 عقد حتى الآن، خاصة إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين وضع اليد بنطاق المحافظة.
شواطئ الإسكندرية شهدت إقبال كثيف من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من أهالي الإسكندرية والزائرين، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن وصول رحلات اليوم الواحد وارتفاع نسب الإشغال في الشواطئ، ووصلت في بعض الشواطئ ل 80%، وحقق ميامي العام نسبة إشغال 100%. محافظة البحيرة أكدت أن مبادرة ميت يوم صحة من المبادرات الصحية الرائدة اللي بتسعى للتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، وشهدت محافظة البحيرة إقبال متزايد من المواطنين للتسجيل في المبادرة، وتم تقديم 42,118 خدمة في أول أيام الحملة. أعضاء فرع ثقافة سوهاج زاروا معهد الأورام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقدم الفرع احتفالية العيد مع الأطفال المرضى بالسرطان في معهد الأورام بسوهاج، وده لتخفيف ألمهم ومشاركتهم فرحة العيد. وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الغنائية والترفيهية من المواهب بالفرع. مديرية الصحة بالدة أهلية أعلنت أن وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، مع تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات، وتم إجراء نحو 3,000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى المبارك.